طيب في نعم. قراءة لردود الفعل نحو الغرور الإيراني في منطقة الخليج، وجدنا وزير الخارجية الأمريكي اليوم يقول أنه على بريطانيا أن تحمي ناقلاتها النفطية. برأيك مثل هذا الموقف الأمريكي، يعني كيف يمكن قراءته إن كان القوم فعلا يريدون مواجهة إيران؟ يا سيدي، أنه هناك حلف الناتو، وبريطانيا جزء أساسي من هذا الحلف، وهو المسؤول على الأمن العالمي الدولي جميعا. بعد انتهاء حلف وارشو أصبح حلف الناتو هو المسؤول على الملفات الأمنية في العالم جميعها. لهذا السبب هذه تصريحات ترامب وتغريدات ترامب لا يمكن الاعتماد عليها. أنا أكرر أقول علينا ما تقوم به الولايات المتحدة من أفعال، وليس ما يتغرد به وما تقوله من أقوال. وكذلك بالنسبة لإيران، إيران تصدر بالكلام الورود وإلى آخره، تصرح أنه الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، ولن يسلم من هذه منها إلا أمريكا وإسرائيل في آن واحد. طيب لم يسلم المسلمون منذ مجيء هذا النظام إلى الآن، هو فقط يشعل الحرائق في المناطق العربية الإسلامية. خل يعطينا الضيف أي حرب دخلتها إيران مع غير العرب والمسلمين؟ لم تعطي. طيب لماذا تشعل حرائق في الدول الموجودة؟ هل كون أن هناك مجرد موجودة أقلية شيعية يجب أن تحكم حتى لو كانت أقلية؟ هذا الأمر غير ممكن. هذه تدخل في سياسات الدول وفي شؤونها الداخلية، استغلت ضعف النظام. وهذا ربيع الحقيقة الآن هو ليس الربيع العربي بل الربيع الإيراني، أن تتدخل باستغلال وجود أنظمة ميتة سريريا وشعوب مغلوب على أمرها. نعم، يعني إيران يبدو أنها استفادت كثيرا من الانقلابات التي جرت بعيد الربيع العربي، وحققت تمدد في سوريا وفي اليمن ونحو ذلك.